السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف حالة الطقس اليوم الاثنين. تعالوا نشوف مع بعض حالة الطقس اليوم الاثنين 11/9 اللي هي 11 سبتمبر 2023. طبعا أجواء ممطرة ستكون في الولايات التي سوف نذكرها الآن. فضلا وليس أمرا أخواتي شاركوني بوضع اللايك والاشتراك في القناة. من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إن شاء الله الأمطار في التساقط إلى غاية منتصف الليل عبر كل من ولاية الجزائر العاصمة تيبازا البوليدة بومرداس كذلك البويرة تيزوزو وهران معسكر مدية سعيدة نعامة تيارت شلف مستغانم الأغواط كنتبه مع بعض مشاهدين الولايات المالية غريزان تيسمسيلت كذلك عين تيموشن تلجلفة تلمسان البيض عين دفلة سيدي بلا عباس المسيرة تندوف بشار بني عباس برج بجي مختار وإنجزام. يعني نلاحظوا أغلب المناطق الشمالية خاصة الغربية والوسطى وكذلك الجنوب الغربي وحتى أقصى الجنوب حيكون معني بتساقط أمطار إن شاء الله للساعات القليلة المقبلة. إن شاء الله تكون أمطار خير ونشوفوا التفاصيل بالنسبة بداية من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخميس بحول الله. نلاحظوا أجواء غائمة سحب سفلى كثيفة حتخص أغلب المناطق الشمالية خاصة الغربية والوسطى وأمطار راح تكون غزيرة ومعتبرة محليا بالخصوص على المدن الداخلية الغربية والوسطى على سبيل المثال وهذا على كل من ولاية تيارت شلف سيدة عين وسارة عين دفلة كذلك أفلو الجلفة مسعد بوسعادة المسيلة سطيف البوليدة المدية كذلك على غليزان سيدي بالعباس. يعني أغلب المناطق بالخصوص الغربية والوسطى كما نلاحظوا مشاهدينا إن شاء الله مع مساء يوم غد تنتقل الأمطار إلى السواحل الشرقية على سواحل تيزي وزو بجاية جيجيس كيكتا عنابة كذلك على المدن الداخلية الشرقية كعلى سبيل المثال على قسنطينة برج باريج وسطيف. نلاحظوا مشاهدينا أن يعني الأمطار تكون أكثر غزارة بكميات يرتقب أن تتراوح بين 20 إلى 25 ملم خاصة على كل من ولاية صعيدة مشرية مدينة مشرية بوسعادة كذلك المسيلة باريكا سطيف بجاية جيجل حتى على مدينة أفلو. يعني أمطار غزيرة كمية تكون معتبرة. بالنسبة لباقي المناطق الشمالية تكون يعني ما بين 5 إلى 10 ملم تكون أمطار متفرقة بحول الله وإن شاء الله يا رب تكون أمطار خير. يعني نلاحظوا الأمطار مستمرة في التساقط من نهار اليوم الاثنين إلى غاية يوم الخميس بعد الظهيرة يعني في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال إن شاء الله دائما الأمطار تكون حاضرة بين المناطق الشمالية الغربية الوسطى والشرقية وأغلب المناطق الجنوبية. نمر إلى الكتل الهوائية ودرجات الحرارة بحول الله المرتقبة بداية من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس كذلك درجات الحرارة تبقى دائما يعني بالنسبة لفترة الظهيرة تحافظ على معدل الفصل بشمال البلاد تبقى دائما يسجلوا ما بين 25 إلى 30 درجة كأعلى مقياس فيما يخص المناطق الجنوبية ما بين 40 إلى 45 درجة. بالنسبة لفترة الصباح وحتى الفترة الليلية ما بين حوالي 15 إلى غاية 20 درجة بشمال البلاد وبين 25 إلى 30 درجة بالمناطق الجنوبية.